يا رسول الله يا غالي، فرحة الدنيا بميلادك نورت بيك الليالي لما بالخير جه معادك. كل شبر مشيت عليها تحت قدمك فخر بيها، رحمة للعالمين محمد كل أرض الله بلادك. يا حبيب الله يا حبيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد بن عبد الله رسول الرحمة والمغفرة ونور الهدى صلى الله عليه وسلم. انتصر المسلمون بعون الله على هوازن، وحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلولهم في الطائف خشية أن يتجهزوا من جديد لمحاربة المسلمين. وقد أعلن رسول الله عتق كل عبد يخرج مسلما من حصن الطائف، فنزل بعضهم وأوفى رسول الله بعهده وأعتقهم من العبودية، ثم فك الحصار بعدما شعر بزوال خطرهم. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خالد بن الوليد. قال العباس: يا رسول الله يا رسول الله، أصيب خالد بن الوليد وما زال فاقدا للوعي من كثرة الإصابات في جسده. حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب في طريقه إلى خالد بن الوليد. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد وجلس بجواره ينفخ في بطن يديه ويمسح على الجروح التي أصابت خالدا ويقول: قم يا سيف من سيوف الله، قم يا سيف الله المسلول. رسول الله بجواري، والله إن هذا يوم سعدي. رسول الله يمسح جراحي، طابت يا رسول الله جروحي، والله كأني لم أصب بها. والله يا رسول الله كم تمنيت أن يضربني 1000 سيف في أنحاء جسدي فتمسح بيديك الشريفتين على جروحي.
أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن عوف، فجاء من الطائف ليسلم بين يديه الشريفتين، ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظافرا منتصرا معتمرا إلى مكة، وبعدها رجع إلى المدينة كما وعد الأنصار. وكان لابد من تطهير الجزيرة العربية من الأصنام، لأن في تحطيمها برهانا لكل من لم يؤمن بعد على عدم نفعها وعدم استطاعتها الدفاع عن نفسها. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض السرايا لتحطيمها، ومنها سرية عمرو بن العاص إلى قبيلة هذيل. أبشر يا عمرو، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحطيم الصنم سواع. صنم بني هذيل؟ والله إنه لشرف كبير أن يكسر سواع على يدي وكل الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل. بوركت، بوركت يا رسول الله. ماذا تريد يا رجل؟ وما هذه الجرأة التي تجعلك ترفع سلاحك في بيت الإله سواع؟ أريد هدم سواع وغيره من الأصنام والحجارة، تلك التي تعبدونها من دون الله، وجرأتي في الحق يتحلى بها كل مؤمن بالله يا خادم سواع. ابتعد، ابتعد عن الطريق، ابتعد. وهل ستقدر على هدم الإله يا رجل؟ مسكين. ويحك يا رجل، إنه حجر، حجر لا يضر ولا ينفع، فانظر ماذا أنا صانع به. رأى خادم سواع إلهه وهو يتحطم عاجزا حتى عن الدفاع عن نفسه. أيها الإله، أين قوتك؟ والله ما رأيت منك إلا عجزا، فأنت لا تضر ولا تنفع. النافع الضار هو الله عز وجل، فاشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد لتحطيم مناه، وهو صنم يعبد عند ساحل البحر. وأرسل علي بن أبي طالب إلى قبيلة طيء. وهكذا طهر رسول الله المنطقة بأكملها من الأصنام والأوثان. والآن نبدأ في الحديث عن السنة التاسعة من الهجرة، ومن أهم الأحداث التي برزت فيها وتجلت بوضوح غزوة تبوك، أو ما تسمى بغزوة العسرة، نظرا للصعوبات والمشقة التي وضع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
مولاي القيصر العظيم، والله إني أشعر بجرح غائر في قلبي لما فعله محمد ورجاله معنا في مؤتة. نعم أيها الملك العظيم، والله من يومها أشعر وكأن رأسي قد انحنت ولا أستطيع رفعها. كيف يحدث هذا ونحن أعظم الأمم وأكبرها وأقواها؟ والله إني لأشعر بجرح غائر لي وللروم بعدما أظهر محمد ورجاله لنا قوة المسلمين وقدرتهم على التخطيط والمهارة في الحرب للدفاع عن دينهم. ماذا ترى في شأن محمد وأتباعه؟ أرى أن نرد كرامتنا أيها القيصر العظيم، والله إن لم نحشد قواتنا لمحاربته ورد هيبتنا لتجرأ علينا كل من صغر شأنه. فلتبدأ في حشد قواتك إذن. مرحبا أبا سفيان الذي كرمه رسول الله يوم الفتح العظيم بتأمين من دخل بيته. إنه لشرف كبير منحني إياه رسول الله، ولكن ما هي وجهتك؟ جئت لرسول الله بخبر من الروم. الروم؟ نعم الروم، فقد حشدوا جيشا ضخما لغزو المدينة، وهم الآن عاكفون على الحشد. أسرع إذن، فلتنطلق إلى رسول الله لتخبره بما لديك يا رجل، لا وقت لدينا. يا رسول الله، يريد الروم ثأرا بعدما خذلتهم قوتهم في مؤتة ليعيدوا هيبتهم بين الأمم، وهم الآن يحشدون لغزونا. وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنفر المسلمين للدفاع عن أنفسهم. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما معتديا على أحد، لكنه كان مبادرا للدفاع عن الإسلام لردع كل معتد جبار.
كتاب معينا الكلمة هو النجاة يحمينا من موج الحياة سنة وكتاب معينا وصلت رسالتك يا نبي يا رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا سيرتك رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا ما انت اللي بيك فرح الحزين وعالصراط بنقول وراك مليون أمين عالجنة ودينا وصلت رسالتك